حبيب الله. الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك، نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك، كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها، رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولما اشتد تعذيب المشركين للمؤمنين لم يكن في يد الرسول ما يفعله سوى أن أوصاهم بالصبر، ولم يقف المشركون عن التشكيك في القرآن والتشكيك في صدق النبوة والتشكيك في الوحي وتحريض قريش على محمد ومن معه. وها هو الوليد بن المغيرة يقول في القرآن ما أدخله في الوعيد: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه. وقد سمعوا بأمر محمد. نقول للناس إنه كاهن. والله ما هو بكاهن، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. نقول إنه مجنون. نقول شاعر. لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه، وما هو بشاعر. نقول ساحر. ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة وليس كمثلهم. فماذا تقول أنت يا أبا الوليد؟ أقرب القول أن نقول ساحر. في الوليد بن المغيرة أنزل الله تعالى قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا
وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. صدق الله العظيم. وانطلق القوم يشوهون الإسلام ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لساحر يفرق بين المرء وزوجه، لا تتبعوا دين محمد. لا تتبعن محمدا فسوف يهدم عليكن بيوتكن. وإلى ما يدعو محمد؟ يدعو إلى الكذب والزور وترك عبادة آلهتنا. وبماذا يعد من يدخل دينه؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق، بل يساوي بين العبيد والسادة. نعم، وبين الأمة ومولاتها، وبين الأسود والأبيض. وهل دخلت النساء في دينه الجديد؟ الإماء فقط، الإماء، أما الحرائر فلا. ولكن سمعنا أن زوجته دخلت في دينه. إنها مثله وتريد ملكا لزوجها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الناس. وكان أبو لهب يتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه بالكذب. وفي سوق عكاظ يقف النبي مع التجار يدعوهم إلى الهدى وترك عبادة الأصنام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا تصدقوا محمدا، لا تتبعوه، إنه ساحر، إنه صابع. ويدخل إليهم في منازلهم ليدعوهم إلى الهدى ويبشرهم وينذرهم لقاء ربهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هل تصدق محمدا يا أبا سفيان؟ اسمع يا نضر يا ابن الحارث، لقد ذهبت إلى اليمن. نعم، في تجارتك. وقابلت راهبا وقال لي إن محمدا هو النبي المنتظر. وماذا كان ردك؟ قلت لن أؤمن به حتى ولو كان هو النبي المنتظر. And they started to doubt the prophet, peace be upon him. Not only this, but also they claimed that he is a poet, a priest, a sorcerer, and crazy. Ils commencèrent à se méfier du prophète.
Que la paix soit sur lui. Alors ils proclamèrent qu'il était un fou, un poète et un sorcier. ماذا نفعل في محمد وأصحابه؟ نسخر منه ونحقر من شأنه، نستهزئ به ونكذبه، نثير الشبهات ونشكك في دعوته، نقول عن القرآن أساطير الأولين، ثم نغري محمداً بالمال والملك. ومن سيقوم بهذه المهمة؟ عتبة بن ربيعة، فلنذهب إليه. وظل الكفار يستهزئون بالنبي ويحاربونه، حتى أنهم عرضوا عليه أشياء لا يقبلها عقل. فلنرى ماذا حدث. يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد لأكلمه؟ اعرض عليه المال والملك يا ابن ربيعة. قم إليه يا أبا الوليد فكلمه، وإذا رفض فلدينا بدائل أخرى. ما هي يا أبا لهب؟ سنقولها في وقتها يا أبا الوليد. لابد أن نقضي على هذه الدعوة وبأي ثمن. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده يتعبد حتى جاءه عتبة بن ربيعة. يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكانة في النسب. ورسول الله يستمع إليه بكل هدوء وترحاب. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أمورا أعرضها عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. إن كنت تريد المال جعلناك أكثرنا مالا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لعتبة. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت مريضا طلبنا لك الطب حتى نبرئك من مرضك. حتى إذا فرغ عتبة والنبي يستمع منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ نعم. قال النبي: فاسمع مني. أفعل. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. صدق الله العظيم. ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. ما هذا الكلام الذي يتلوه محمد؟
والله ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. واللات والعزة، لقد جاء عتبة بن ربيعة بوجه غير الذي ذهب به. يا معشر قريش، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. سحرك والله يا أبا الوليد، سحرك بلسانه. هناك حل أخير يا أبا الحكم. قله يا أبا لهب، أسرع. بسم الله الرحمن. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط